إذا معقول اتزوج اتزوجوا ما بعرف، وهيدا أول مرة بقولها. رح فرج الدنيا كلها طريق. أمي اضطرت أوقات تبيع دهبياتها. سرقتي خاتم ألماس لأمك. أنت اسمك باميلا، مسيحية لبنانية. أنا بقول لك أنا سعودية عراقية قطرية، كل الأديان، كل... أنا إنسان، أنا إنسان، أنا أنت، أنا شقفة من الكيك. منشيل الكيك رابعة، منشيل شقفة تانية باميلا. أنا مني بس باي ذا بوك، يعني أنا مني بس شغلة واحدة. أنا فهمت إني كل شيء لو وصلت لفكرة إني ولا شيء. بدي اقول لك شيء بتسمحي لي اقوله؟ اكيد. انت مخبرتيني اياه بس هلا بدي احكي، يعني بنحكي هيك قدام الكل. هات لنشوف. مقرره كيف بده يكون عزاك؟ ليه رحتي للعزا؟ يعني انا بخاف روح فكر مثلا كيف بده يكون، كيف بده تكفن، كيف بده يكون مراسم دفنه. انت مفكره بمراسم دفنك؟ اكيد. فكرة الألوان اللي بدي يلبسون العالم. مش أسود؟ ألوان ألوان. وإذا ممكن كله أبيض، مش لأني شاب، يمكن رح موت أنا 88، شو بعرفني يمكن. بس أنا ألوان. أوكي، يا ألوان يا أبيض. باميلا الحب كل هيدا، الكون والأسئلة الكونية والريجريشن والتقمص وكل شيء. كثير حابة حب، بس حابة حب ولا حب شو ولا شو؟ حابة حب يجي، حابة حب ما بيجي هيك حب. انت بدك كمان تسعي. ما كثير تفتح. ما عم بيعجبني العجب. ليه؟ شو بدك؟ بدي الشيء الصح والحقيقي. مو شو في بدي الشيء اللي هو قلبي يقول لي روحي. منه قرار الحب، منه من اللي رح يتجوزوا. منه قرار بس الحب؟ لا، إلا إذا أنا بدي أعمل خلص بقلك بدي أجيب أولاد، بدي واحد إنسان موقر محترم يصون على صورتي والستاتيو سوسيال أندو تروا كاتر. هيدا قرار. بدك هالشي أو بعد؟ لو كان بدي هالشي كنت من زمان تزوجت. طب باميلا هلأ أنت بتحبي؟ في حدا بحياتك؟ عم جرب أكون هيك ولا شي. ولا شي ما بعرف، يمكن في شيء حلو. حسيت شيء بعيونك يعني؟ ما بعرف، انا بعرف عيونك. ليه ما عم تصدقي؟ ليه ما بتتركي؟ ما انا بعرف انه انت هلا في شيء بعيونك بيقول انه انت جاهزه او ببدايه. طب ليه انت انه كل الوقت رفض؟ لانه انا شفت كل العلاقات اللي حوالي، وما بدنا بس نعيد لنقول مؤسسه فاشله او بس، العلاقات عم تعرب او عم توصل لنتيجه عن انه كتير قليل هن اللي لازم. لو فشلت ما أنا عشتهم كتير، يعني عايشتهم من قبل، شبعاني منهم. مني غير الشيء اللي عن جد حلو إنك تحسيه. مني عم يتغزل فيكي، عم بعتلك مسجز، عم تبعتي له. حلوين هيدول. هلا وين يعني قبل غير سؤال؟ قبل ما ننام مثلا بنبعت له قلت تصبح على خير. الصبح صباح بس الخير. بس بتعرفي بيقولوا تفرجيه شو لابسه مثلا. هلا حلو يعني فرجيته قبل ما اجى شو لابسه وتغزل كثير. شو قال لك؟ لحظه شو قال لك؟ بدي اعرف كيف بيتغزل فيك. ايه في الغزل اللي انا بحبه، لانه ما بحب الغزل الكليشيه ابدا. شو؟ انه شو؟ اتس فيري برايفت، اتس فيري بيرسونال. بس بتحب الغزل؟ اكيد. ما في انت بتتغزلي؟ ما في رجال ما بيحب الغزل. انت بتتغزلي؟ اكيد، بس بطريقتي انا، يعني كثير خاصه في. ما بحب هول ما بعرف كيف فسرها، ما بعرف. It's very real. It's very real. وأنا هيك العيون وقتها يحكوا بحبها أول فترة كثير، مشان هيك بخاف تروح أول فترة. مشان هيك ما عم بقدر صدق العلاقات، لأنه وقتها شفت أحلى أجمل أزكى مين بدك النساء العالم البارتنر كيف خلص انفهم فيزيونومية الرجل. معقول تتزوجوا؟ أنا ما بعرف إذا معقول اتزوج اتزوجوا ما بعرف. معقولة ما تتزوجي؟ كل شيء معقول. بتعرفي عم بتقولي لي إنه ما بعرف إذا أنا جاهزة للزواج، بس بتعرفي أحلى شيء إنه عم شوف فيكي هيك عيونك عم يلمعوا عم يبرقوا. كثير مبسوطة لك إنك عم تحبي. إن شاء الله يكون ال يعني ما بحب أنا لأنه جرب، بحب خلص أيام. مش هيك كان صار لي وقت كثير. عبالك تقولي له شيء هلا؟ إذا عم تطلع فيك على طريقتك، على طريقة باميلا الكيك اللي ما بتشبه حدا، قولي له شيء.
خليك هيك. اوكي. ان شاء الله تضلكم هيك، ان شاء الله تضلكم هيك. بدك تكملي بهالمهنه؟ ايه بس على طريقتي بقى. شو على طريقتي؟ رح فرج الدنيا كلها طريقتي. شو طريقتي؟ طريقتي. يعني بدي اسالك سؤال، قديش تمثلت انت بس بهال 15 سنة اللي قطعوا؟ مش كتير أسامي فاتوا؟ بلا. كتير أسامي ضلوا؟ ما بيضلوا. ليه ما بيضلوا؟ ما كتير ضلوا. ما فيك مثل وقتها. هلا شو بدي أنا اليوم ذكرت كل الفنانين ما بعرف راسي وين. وقتها هيفا وهبة مثلا طلعت. أي. أول ما طلعت وبتعرفي قديك حالة ورح تضل حالة ورح تضل حالة بال طلع وراها. انتقدنا المية اللي حدا لهيفا، مين بقي اليوم؟ هيفا بس. شو بدك تقولي؟ اللي بدي اقوله صعب الاستمراريه. صعب الاستمراريه وهيدي اللي انا رح كملها. الحمد لله كثير، شكرا يا رب انه انا ما كان بدي اكتب او اخرج، او لو انا دارس اخراج سينما بالجامعه، بس الشيء اللي رح فوت فيه هلا ما بقى بدي احكي لانه اليوم مش وقت انتاج. انا اليوم بدي 4 ملايين دولار من عبر كثير نمره كبيره، لاني انا طامحه لل انت ما بتنجي الا ب 4 ملايين دولار؟ هوليوود العرب لا، اللي عملته بده يكلف مليونين. مين بده ينتج لك هذا الانتاج؟ رح يجي، رح يجي بس تشوفوا المسلسل. للعالم العربي رح يجي يقتنع انه ينتج لك؟ للكون ما بنعرف. اوكي يا رب، الله يسلمك. يا رب نتمنى لك. نحن راجعين للطفله، راجعين للطفله اللي فرجيني هيدي الصوره، هيدي وينها؟ وينها باميلا؟ وين اي وحده؟ ليك كلهم قاعدين بطريقه الشقورة. مرتبه مهذبه صح. ايه؟ ديسيبليني. ايه؟ انا ورشال سماحه. ايه؟ الوحيدين، كثير شخصياتنا بيشبهوا بعض انا ورشال. فرجينا هالصوره. قاعدين بطريقه كثير ريبالي. ليك نظرتك انه خلصونا. ايه ايه ما طايقه. لا ما كنت ما كنت حب هيدا القعده. ايه؟ شيء مش حقيقي. ما بتحب السيستم، ما بتحب تكوني ضمن اطار. لا لا، انا اصلا بس رح جيب اولاد اذا رح جيب اولاد بهالحياه، بعدني عمري 36، يخلق الله ما لا تعلمون. أي. اكيد هوم سكولد رح يكونوا مش بمدرسه. ليه؟ ما فينا نقول ليه هلا، لانه بنخرب هالمؤسسات الفاشلات ب المدارس كلها والنظام التعليمي بالنظام. النظام ايه كيف كيف اف هذا حديث كثير كبير. رابعه كثير عانيتي من النظام التعليمي؟ عانيت من هيدا السيستم؟ ما كان إلي أنا كباميلا. يعني أنا بشخص هالقد كانت روحه ما بعرف، كلنا سبيسيال، ما في حدا ما بيخلق سبيسيال. بس كنت أنا من الحدا اللي حس مني سيف، يعني ما مش إنه مين كسر المنفضة دايما أنا، ممكن مش أنا. ليه؟ مين عمل شيء دايما أنا؟ أنت تقولي عن حالك. إيه آخذ هيك زمام كله. ليه؟ شو بده يصير؟ بس ليه تحملي حالك شيء مش انت عاملتيه؟ كان في شيء في من انا وصغيره. من مين بدك تنتقمي؟ شو بدك تقولي؟ بالعكس، كنت انا بس بدي انه مين بدك تشكي؟ ما تشكي حدا اللي عمله، مين عمل شيء غلط. انت بدك تحملي عن بحمل عن غيرك. رفضتي، عبرتي بطريقتك، بس اكيد بمحل ما كطفله ترك فيك شيء يترك اثر. انا لما كنت صغيره ماما كانت تضطر تسافر لتشتغل، فبعني لليوم هدول التركات اللي كانت تتركني اياهم وانا كثير بحاجه لها كثير تركوا فيي، بعضهم مأثرين مع انه هلا هي راحلت عن هالحياه. انت ما تركوا جرح تعيشي؟ لا لا، لانه كانت سطحيه افكاري تجاه اهلي. اهلي طلعوا عن جد يعني، والله يخلي كل اهل يعني الله يرحمهم والله يخليهم للي بس انا عندي تيجان بالبيت، يعني انا امي وبيي بس جيبوا لي تيجان لحطهم على راسهم، لانه اللي بتذكروا منهم يعني كل واحد بيعمل حاله اكيد، بس هن نص الباميلا من وراهم هن. وقد ايه نحن كنا مرتاحين كثير نحن وصغار، ما بيتخلل الامر انه نحن كمان مرقنا بفترات. انا بتذكر وهيدي اول مره بقولها، شو انا امي اضطرت اوقات تبعد عبياتها، بابي كان عنده سنسال تعب اوف، تا يلبسونا احلى لبس، تا يحطونا باحلى مدارس، تا نحن ما يكونوا بالفعل ما ناقصنا شيء وطلعنا هالقد شبعانين. باميلا هي باعت الدهبيات غير اللي سرقتي لي اياه؟ والماس على لابسه دايموند اليوم. هل كان عمري؟ هل كان عمرك هون؟ 5 years old. Oh my God. سرقتي خاتم الماس لامك. اه يا سراقه. خاتم بتصدقي اذا بقول لك انا عمري 5 سنين
بتتذكر الخاتم كيف كان، العيون روبي، كان الماز عن جد، بابي كان جايب له شيء كثير مهم لمامي. رح ضيعته بالمدرسة، كنت حب مدرسة معلمتي كثير. اوكي، سرقتيه من امك بلا ما تعرف؟ بتذكر هلا اذا بسكر عيوني رحت مامي، خلص ما صارت انه اوكي يلا رح تنزلوا، كان ناطورنا الشوفير هو يعني يوصلنا على المدرسة، ومامي نامت. ضرت مامي انه نامت، رحت سحلبت لورا ظهره، كان في عندها هيك هيدي اللي تحط قبل بنهار ليلى شو لبست وشلحتهم، عم بنقي لها عم بستحلي لها شيء لمعلمتي اللي انا كثير بحبها، بدي اجيب لها كادو. نقيت لها خاتم هيدا السيربون ورحت على المدرسه. بتخبرني امي اكيد انا بتذكر كثير قصص هيك جلمبسز من القصه بس مش كلها. قالت لي باميلا على الظهر بقوم انه مرق وقت يعني بس ما شفت الخاتم، برمت الدنيا وهي بتعرف انه وين حطته. راحت على المدرسه بام انه انا كانوا يعرفوني كثير عندي قصص يعني انت اخذ الخاتم. انا هون كنت كذب قبل غبين مش انه حدا كسر منفضة مين انا. عطيتيها اياه لمعلمتك؟ ضيعته تيري، لا ما عطيتها اياه، رحت لعبت بيه. بتتذكري هيك في وحده رمل وبتصير تنطي فضوها للرملات، بيظهر انا يمكن اكيد حدا اخده يعني.